قبل ما ندخل الموضوع رئاسة إعادة تنظيم مصالح الرئاسة، نتكلموا على تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل وموقف الجزائر. إلى حد الآن الجزائر سايلنس، ولكن صحافة بدورو ملو تحت إملاء المخابرات زعما تحمل. يا ولدي واش معناه كي تجي نتايا وتقول باللي راهو وزن المملكة العربية السعودية هو اللي راهو يأثر ويدير اللي عندهم وزن المملكة العربية السعودية. الإسرائيليين عندهم سياسة، راح ماشي يتبعوا بنيامين نتنياهو لما يقول انا نجح من الموندا ديالي، العهدة ديالي نعملها عهدة باش نحل المشكل الفلسطيني ونطبع مع العرب. انت ضد باش نحل المشكل الفلسطيني؟ انت ضد حل المشكل الفلسطيني؟ يعني حلو داير طريقتك، ما ولا انت بالنسبه لك حل القضيه الفلسطينيه ما تتمش عن طريق التطبيع بين العلاقات بين الدول العربيه واسرائيل، اعطيو انتوما الحل ديالكم، قولوا لنا واش اسرائيل دار باش تحل المشكل القضيه الفلسطينيه، ماشي تجيبهم اللي انت تفكرهم المشوي وقدام بعد تقولهم اتحدوا عملوا بيان جزائر وبعد بيان مضغوط ومغضوب ومدرح. تقولي انت احنا نوحدوا الشعب تاع الفلسطينيين، واحد شم الشعب الجزائري ذا، واحد شم الشعب الجزائري قبل كل شيء. انت مشتت صفوف الجزائريين وقاطع صلة الرحم بين الجزائريين، حب جيت واحد ما بين فلسطينيين وماشي هي اللي حلت المشكل. اذا الفلسطينيين يشوفوا بلي المشكل هو الحوار مع اسرائيل وتطبيع العلاقات مع اسرائيل، يسهل عليهم. وانت واش دخلك؟ واش فراك؟ واش فراك؟ حكم سابعك وجبد ليه؟ إذا عندك كلام تقول للسعودية روح قول ديريكت للسعودية، ماشي من خلال صحافة بودور. لأن الناس يفيقوا لك بعد، يقول لك ما عندكش الجرأة أنك تتحمل مسؤولية كلامك ومواقفك. للأسف الجزائر عاد تسير هذا، ما كانش مواقف جريئة، مواقف شجاعة، مواقف أصحابها يتحملوا مسؤولية الموقف، ما كانش. انت يسيروا في البلاد من وراء الستار، ما عندهم الشجاعة قولوا حنا لنا نسير، هذا تبون دايرين خضرة فوق عشرة، خضرة فوق طعام، أي. عندهم شجاعة. ضرب حبهم يجي يتكلم مع السعودية، صاروا يضرب كيما مع الإمارات، يضرب في الإمارات من خلال صحافة بودورو، ومن بعد الإمارات يقول لهم خلاص نحبسوكم كلش، ويبقاو ساكتين، ما بقى يردوا يقولوا علاش حبستونا، ساكتين. شوفوا درك حكاية وإسراء في إعادة تنظيم مصالح الرئاسة. الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس.